احتجاجا على استغناء شركة كاظي المتعاقدة مع مؤسسة كهرباء لبنان عن 62 عاملا لديها، اعتصم مياومو الكهرباء وجوبات الإكراء أمامها مطالبين بإعادة العمال إلى مصادر أرزاقهم، لكن سلمية الاعتصام خرقت بعد توتر ترجم تشابكا بالأيدي بين القوى الأمنية والمتظاهرين. كر وفر على أوتوستراد الكارنتينا وتسجيل حالات إغماء لدى المعتصمين أدت إلى صدور قرار مفاجئ بقطع طريق الدورة الكارنتينا باتجاه بيروت ثم في الاتجاهين، تطور تزامن مع إعلان مواقف تصعيدية من المياومين والمصروفين من كافئة. هذه الحكومة اللي سمحت لمعالي الوزير جبران باسيل يتفرد برقبتنا، عم قول التعبير مثل ما هو، يتفرد برقبتنا بمشروع قيمته مليار دولار. هذا المشروع شركات مقدمي الخدمات الثلاثة قيمة المشروع مليار دولار، ما رح نفك ليفوتونا على مؤسسة كهرباء لبنان أجراء مؤقتين. عندي شغلة سوريين مع اللبنانية لك افهمها. 59 سنة عمره، إلي 16 سنة. لو في شعب حي، لو في مجتمع مدني بالبلد، هلا بيظل بيتضامن معنا على الدورة. الطريق قطعت على المواطنين أكثر من 3 ساعات، فمنهم من تضامن ومنهم من تذمر. بعده ما صار من الدورة روح بسكروا علينا الطرقات ولا بسكروا على الدولة الطرقات. أثناء قطع الطريق بدأت مروحة اتصالات بين وزير الداخلية والبلديات مروان شربل وأعضاء لجنة المياومين أفضت إلى اجتماع بين ممثلين عن اللجنة ووزير العمل سليم جريصاتي تزامنا مع استمرار قطع الطريق. إني أحذر شركة كافئة أن تم تفاهما سياسيا كبيرا حصل بمعرض مشروع القانون وبمعرض العقود الخاصة مع شركات مقدمات الخدمات ومع العمال اللبنانيين الذين التحقوا بالشركات تلك. لا يستطيع أحد أن يخرج عن هذا التفاهم. اجتماع الغد سوف يكون اجتماعا حاسما تسبقه أو ترافقه على أبعد تقدير معاودة العمال لعملهم قبل أي إجراء آخر. تصريح جريصاتي أقنع المياومين بفتح الطريق مع الوعد بقطع طرقات أخرى وإحلال الإضراب في الشركات المتعاقدة مع مؤسسة كهرباء لبنان في حال كان الاجتماع بكافئة سلبية. من جهتها أوضحت شركة كافئة أن عقد تقديم الخدمات الموقع مع مؤسسة كهرباء لبنان ينص على استعادة فائض أعداد المياومين من خلال إجراء مباريات تهدف إلى استرجاع عدد منهم إلى مؤسسة كهرباء لبنان، وبما أن ذلك لم يتم أصبح وجود هذا الفائض من العمال عبئا كبيرا على المشروع ما يعوق الشركة من متابعة العمل، لذلك اضطرت إلى الاستغناء عن عدد منهم مع حفظ كامل حقوقهم القانونية.